اخي هون انا راحت رجلي من ضرب الطياره، ويعني فوق الضربه كمان، وايدي كمان اصبعين راحوا ثلاثه كمان، هذا ما بيتحرك، وما ضل الي شغل، يعني ما عاد احسن اشتغل شيء. وفوق هالشيء هذا كله يعني صرنا نازحين شي 10 مرات، وكل مره ببلد، وكل كل مره ببلد. اخر شيء تمينا هون، وشايف انت هون قاعدين بخيمه هون، وخيمه يعني عم تدلف علينا بالشتويه، وبالصيف حر يعني ما بنعد فيها. وعندي طفله صغيره، وعندي يعني اهلي بدي اعينهم، وعندي زوجتي، ما في غير انا بالبيت هون انه عم اصرف عليه هون. وهلا ما مثل ما انك شايف يعني ما عاد احسن اشتغل شيء من وراء الضربه، يعني فوق هالشيء كله نزوح كمان، مو انه عاد انه بلد خلص استقريت. وقاعدين احنا قراب يعني على خط الجبهه، يعني ما في تبعد شيء كيلومتر يعني. وقذائف عم تنزل علينا يعني او حوالينا يعني، وخليها لله. نحن وقت اللي طلعنا من البلد ننزح من مكان لمكان، يعني اول شيء سكننا ببيوت مهدمه لا شبابيك ولا ابواب، وقلنا الحمد لله عشنا فيها، وفتلنا وفتلنا وظلينا. اخر شيء سكننا بالخيمه، يعني مثل ما تكون شايفين، اول شيء ما تصفي بيوت، العالم كثير نزحت على بيوت، ومن عادة البيوت اللي صفيت هلا اكثرتها مهدمه، واللي مو مهدم بيكون مضعضع يعني على وشك انه يقلب. واه الله هيك بعتنا الخيمه هاي من اولادي الحلال كمان سكننا فيها. بس كمان مثل ما كن شايفين بالشتاء غريق، يعني المي فيها وكلياته، وبالصيف حريق بصراحة ما بنعاد فيها، ما بتقاوم. أكتر عادتنا بنهار هلا تحت شجرة تحت هاي، أما إنه بالخيمة ما بدنا نقعد.